الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعربت اللجنة المالية النيابية في العراق عن قلقها بسبب تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدرا أساسيا في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، مشددا على ضرورة البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة، كما أشار إلى أن رواتب الموظفين تتطلب توفير 8 تريليونات دينار شهرياً. قال خبراء اقتصاديون إن عملية حذف الأصفار من العملة العراقية تعني استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالباً ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير. وأضاف الخبراء أن حذف 3 أصفار من العملة العراقية هو إجراء مطروح لدى البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، إلا أن البنك لم يتمكن من تطبيقه بسبب عدم توفر شرطين مهمين، يتمثل الأول بعدم استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، والثاني يتمثل بعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن المساوئ والمخاطر المترتبة عليه. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة خلال شهر آب أكثر من 5 مليارات دولار، وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال شهر آب في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 5,297,918,000 دولار بمعدل يومي بلغ 278,837,000 دولار، منخفضا عن الشهر الذي سبقه والذي بلغ 5,794,898,000 دولار. قال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية حسين مردان إن غياب عمليات التسويق والترويج للبضائع العراقية كان من بين الأسباب التي أدت إلى إضعاف صادرات سلع البلاد إلى الدول الأخرى، وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن أجود أنواع التمور العراقية تصدر إلى الإمارات والهند وتعلب هناك على أساس أنها ليست عراقية. كما أكد مردان وجود جهات مستفيدة من ضعف الصادرات العراقية لغرض إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة. أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تحول نشاط الأعمال في منطقة اليورو للانكماش خلال شهر أيلول الجاري وللمرة الأولى منذ 7 أشهر، مع استمرار تراجع الطلب وتدهور ثقة الشركات، لاسيما في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تشير القراءات دون 50 نقطة للانكماش. وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الإنتاج في القطاع الصناعي إلى 44 نقطة من 45 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ 9 أشهر، ويواصل الانكماش للشهر 18 على التوالي. مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.